اهلا فيكم بمطبخ لولو كيتشن. اليوم رح نعمل مجدره مصفيه او مجدره سوداء او مجدره مخبوصه، في لها عده اسامي، او مجدره بحريه كمان بيقولوا لها. الاكله كتير طيبه، نباتيه 100%. طعمتها غير المجدره الصفراء، يعني فيكم تشكلوا مره هيك مره هيك. شو بدي اقول لكم بعد، نباتيه واقتصاديه ومغذيه بنفس الوقت. بتمنى تجربوها وتعجبكم. يلا نروح سوا نشوف الطريقه والمقادير. حطيت طنجرتي على النار وحطيت فيها العدس بعد ما غسلتهم منيح ونقيتهم. هلا بدي زيد عليهم مي بعد ما يغلي العدس. رح ازيد فوق منهم نص كباية رز مغسول، منظف مزبوط ومغسول. رح ازيدهم منه، لازم يكون الرز رز مصري. ليش؟ لانه الرز المصري دغري بيخبص وبيستوي دغري على السريع. بالوقت اللي عم بسلق فيه العدس، عندي بصلة كبيرة قصيتها هيك صغير. هلا بدي ازيد فوق منها زيت قلي وبدي اقليها تقريبا شي نص كباية شاي. بدي اقليها منيح لزيدها فوق المجدرة تعيدي. هيك خلصت عندي هلا البصلة، قليتها لشقريت. هلا رح طفي النار تحتها وحطها عجنب لتخلص عندي المجدرة. هلا عندي هون العدس عم يغلي بهي المرحلة، رح شوف. هلا رح زيد الرز يلي عندي، رح زيد نص كباية الرز اللي عندي اياها، وبدي اياهم يستووا هلا مع بعض. ليه زدنا الرز هلا؟ لانه العدس اذا ما كان شوي مستوي والرز بيستوي على السريع، يعني بينخبص الرز والعدس بعده منه مستوي. هلا رح خليهم يستوي، يكملوا سواهم مع الرز مع بعض. شايفين لما ضفت الرز شرب المي. هلا رح زيد ارجع مي شوي مش كتير مشان ترجع تخبص عندي حبة العدس. وبدي وطي النار كمان على النص واتركهم لحتى يرجعوا يستووا مع بعض. ما شايفين المجدرة قربت تستوي. هلا انا كل شوي كنت روح واجي وطلع عليها، اذا ناقصها مي كنت زد لها مي. شايفين هلا رح زد لها البصل اللي عملته، هاي زدنا هلا البصل. رح زيد ملح كمان. تقريبا شي معلقة كبيرة ممسوحة ملح. وراح ازيد كمان تقريبا معلقة صغيرة كمون. راح اتركها بعد كمان تغلي مع بعضها ونرجع نسكبها بصحن التقديم. مثل ما شايفين المجدرة عندي خلصت، شايفين ما احلى شكلها. زدت لها كمان معلقة بودرة الخضار تعطيها طعم كتير طيبة. هلا بدنا نسكبها بصحن التقديم. ريحتها بتشهي. خلصت معنا اكلتنا لليوم، مجدرة العدس الاسود، يعني مجدرة سوداء او مجدرة بحرية بيقولوا لها على الطريقة البيروتية. هلا في ناس بيفرموا بس ليسلقوا العدس بيطحنوه بعدين بحطوا الرز، هاي طريقة وهي طريقة واثنيناتهم طيبين. ما بتحطون سلطة خضرة كتير طيبة بتطلع معها سلطة الخضرة، فيكم تاكلوا حدا كمان كبيس.
أكلة كتير طيبة، بتمنى تجربوها وتعجبكم. إذا عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب. بتشكركم كتير على المتابعة، وإلى اللقاء بفيديو جديد.